واختموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يغفل عنه الكثيرون، هو دعاء وهو ثناء. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال: دعوة لا ترد. فجاء أعرابي رجل من البادية فشغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف النبي ولم يقل لهم هذا الدعاء. يقول سعد: فتبعته، أي تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يبي يسمع الدعاء هذا. يقول حتى كاد أن يدخل بيته ولا يستطيع أن يناديه، ما يستطيع أن ينادي الرسول يا رسول الله أو انتظرني أو كذا، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فصرت أضرب بقدمي الأرض، يعني أسمع النبي أنا أمشي وراك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا إسحاق؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما لك؟ يعني ليش تضرب برجليك الأرض؟ ما لك؟ قال: قلت لنا دعاء لا يرد ثم جاءك الأعراب وشغلك عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هي دعوة أخي ذي النون لما كان في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها أحد فرد أبدا. فهذا من الأدعية، وإن كان ظاهره ليس بدعاء وإنما ثناء على الله تبارك وتعالى، والثناء دعاء، والثناء دعاء، والله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى.